صحيح انا وعمك فاضل عمرنا ما اتفقنا مع بعض، لكن ده مهما كان اخويا اخويا ابن امي وابويا. معلم بدران، رجالتك جاهزين وتحت امرك يا معلمه. جاي لك يا دكتور. واخد رجالتك ورايح على فين يابا؟ لازم اوقف الهلباوي عند حفله. يا مقصر الشر، مره تصيب ومره تخيب، وانت في رقبتك اتنين ولايه، ولو جرالك حاجه بعد الشر الناس هتقطعنا حتت ويرمونا للكلاب. محدش بيهرب من قضايا يا صباح يا بنتي. لا استنى يابا. شقة اللي مال السوق يا معلم نصار. شقة ايه يا حاج مبروك؟ بيقول لك بدران في توت الجماليه جاي وجايب معاه رجالته لاجل ما يصفي حسابه مع الهلباوي. يبقى نقفل الورشه وناخدها من قصرها يا سعد. ما يتحرقوا مع بعض. احنا مالنا والهم، ولا ان الورشه تتكسر ولا تتنقل، نبقى نعمل ايه ساعتها؟ عليا النعمه من نعمه ربي، لو حد هوب منهم من ناحيه الورشه ده اكون حرق فار الكور. يا ابني دول فتوات ما احناش قدهم. يا عالم انتوا فاهمين البطاله غلط. بطلان ولا الهلباوي مش فتوات، دول بلطجيه. وبعدها لك يا سعد يا ابني. وصل الصار. الفتوانة عمرها ما كانت ان القوي يفتر على الضعيف ولا يسرق على الاجير. الفتوانة شهامه مروه جدعانه، واقف جنب المظلوم لاجل ما ننصره على الظالم. ما نخافش من الحق حتى لو كان على رقابينا. يا ابني كلامك الحلو ده انا سمعته من 30 سنه من بق الله يرحمه فاضل الجمال اخو بدران المفتري. وكانت النتيجه ايه؟ اتذبح فاضل ومراته بايدين بلطجيه لحد دلوقتي محدش عارف هم مين. بس ايه؟ بعد 30 سنه بتترحموا على روح فاضل الجمال، لكن يوم ما يجي اجل بدران ولا الهلباوي هتلعنوهم زي اي كلب وراح. انت مش هتقوم تقابل بدران على باب الوكاله؟ وابدو ليه يا موسى، هو اللي عاوزني مش انا اللي عاوزه. انا في عرضك، في عرضك يا معلم الباوي، احميني يا واد. انت من يوم ما حطيت رجلك هنا وانا اللي بحميك يا حنجل. بس بدران جاي النهارده عشان يقتلني. انت يا راجل انت مش ناقصين الخوض اللي بتاعك تجيجا. يلا يا كمال يا حنجلك يلا. الهي حنجلكم انتوا الاثنين. ايه الحكايه؟ أوامر المعلم الباوي محدش يقابله غيرك يا معلم بدران. خليك مع رجالة دكروري. أهلا أهلا بسيد الفتوات. يا أهلا أهلا أهلا. ولسلامك غلب كلامك، لفشفشت لحمك قبل عظامك. تفشفش مين يا بدران؟ إحنا خلاص عجزنا وراحت علينا. ما دام مريت الباوي بقى إن إحنا عجزنا، يبقى لازم نقعد سوا نتكلم كلمتين بالهداوة. الهداوة ما تنفعش هنا، عندي في البيت. لو في جهنم يا هلباوي برضه القعدة معاك تحلو. طب اقعد استريح، عمال الواد همبكة ما يشد لي الكاريت. يا موسى كوباية عرقسوس المعلم بدران عشان يهدى كده ويروق دمه. ربنا يهدي. ايه يا معلم الباوي عاوز يركب الكاريتة. طب مش ادفع ثمن تصليحها قبل ما اركبها؟ تصليح ايه يا اخينا؟ ثمن تصليح الكارتة يا هنبط. مش كفايه المعلم سايبكم تسترزقوا في الحته ولا ايه؟ خلاص يا سعد يا ابني، عوضنا على الله. طب قسما عظما بقى، الكارتة دي ما هتتحرك من هنا الا ما يدفع ثمن تصليحها. ما دام الوسطى بتاعك بقى ما عرفش يربيك، يبقى انا هعلمك الادب يا ابن كرامة. حصلت تمدي ايدك على رجالتي يا ابن كرامات. يا ام كرامات ريحيني، انا ابن مين؟ انت ابني يا سعد. ما انا عارف انك انت اللي ربيتيني، لكن امي وابويا مين؟ ربنا وحده اللي يعلم يا ابني. يبقى الناس عندها حق لما بيقولوا عليا ابن حرام. اعوذ بالله من غضب الله. انت ابن حلال يا سعد، واهلك ناس طيبين. هتعرف منين اذا كنت ابن حلال ولا ابن حرام؟ يا ابني ربنا ما حدش شافه، لكن عرفوه بالعقل. تعال معايا يا سعد، تعال معايا.
وانت تشوف بعينيك اللي يريح بالك ويطمن قلبك. بص بعينك يا سعد، هي دي الكاريتا اللي لقيناك فيها يا ابني. صدقتني بقى لما قلت لك ان اهلك كانوا ناس اكابر. طب لما اهلي ناس اكابر ما سالوش عليا ليه؟ ما دوروش عليا ليه؟ يا ابني ما تظلمهمش، ارضى بالقسمه والنصيب. شفت ازاي يا سعد يا ابني؟ ضاعت منك راحة البال لما بعدت عننا وسبت التكية. اما كرامات ما انا لازم اشتغل واكسب لقمتي بعرق جبيني. مش كفاية اتحكم عليا اني عشت طول عمري الناس تقول لي يا ابني كرامات؟ مستعر مني يا سعد ان انا بأمك؟ ما كانش ده عشمي فيك ابدا. يا ابني دي الام هي اللي ربت مش اللي ولدت. سامحيني يا ام كرامات. انا متأكد ان امي ما كانتش هتكون احن عليا منك. بس لما اتجوز هقول لاهلي اللي هتجوزها ايه؟ قول لهم انك ابن كرامات وانت راسك فوق فوق قوي في العلالي يا سعد. احنا لو سخنا مش هنعرف ناخد وندي في الكلام. عندك حق. امال ده اصحى فوق. انا تحت امرك يا بدران. ننسى اللي فات يا هلباوي، احنا ولاد النهارده. يبقى يا دار ما دخلك شر. ما تقدرش تنكر يا هلباوي ان كرشك ده كبر على حسابي انا. ليه؟ وانا لا سمح الله خطبت اللقمه من بقك؟ اكتر، خطبت التجار بتوعي كلهم. انت اللي طفشتهم، انا ما خطبتهمش. لو كنت انت عملت باصول الفتوانة وما فتحت صدرك ليهم كانوا قعدوا متلقحين عندي ولا خربوش من طوعي. التجار بتوعك يا بدران ما هجوش من عندك الا لما حس انك هتطلعهم هدومهم. يجيبوا لك فلوس منين عشان يدفعوا لك الاداوة بتاعتك؟ انا ما غلطتش لما فتحت لهم صدري، نعمة ربنا بعتها، أرفضها؟ حلال عليك يا عم، بس اللي ياكل لوحده يزور. أنا عايز حقي ناشف. حق إيه يا بدران؟ يعني الإتاوة اللي كانوا بيدفعوها للتجار، أنت اللي هتدفعها لي يا هلباوي. جينا للكلام اللي لا يودي ولا يجيب. يا بدران عاوز أقول لك نصيحة تحطها حالها في ودنك. الفتوانة يا صاحبي ما بقتش تجيب همها. أمال إيه اللي بيجيب همه يا شبندر التجار؟ قبل ما اشتغل في التجارة يا بدران كنت زيك كده، ترى الله في برسيم. شوية القوة اللي كان بيديهمني ربنا كنت نازل بيهم مفترع على مخالي الله، لحد ما الحظ دحرج الخواجة موسى في سكتي. ساعتها بقى يا صاحبي اكتشفت ان التجارة ممكن تخليك اكبر في الدولة وفي العالم من غير ما تمد ايدك على حد. انت بتحلم يا هلباوي، مفيش بني ادم بيدفع الا والنبوت فوق نفوخه. بس في النهايه هيفلس وتبقى انت لا طولت الابيض ولا اسود. لكن لو وردت وشيلت بضاعه يسترزق منها ساعتها هيبقى خدام تحت رجليك وتقدر تجوعه وقت ما انت عاوز.
يعني المفتشر كده انت عايزني اكسر نبوتي وابقى تاجر على اخر الزمن؟ لا سمح الله يا صاحبي، نبوتك هيفضل سليم زي ما هو، مش هيترفع الا على كل تاجر يقف ينافسني في السوق. بضحك عليه يا بدران، بضحك على قله ادبك وطوله لسانك يا الباوي. بقى انا بدران الجمال عايزني اشتغل في توه عندك انت؟ وهدفع لك اللي انت عاوزه انت ورجالتك. نبوتي طول ما هو سليم هيفضل راسمالي وحاكل بيه الشهد. هتفضل طول عمرك عايش بمخ نمله وجسم بخر. غلطت يا الباوي، غلطت، هدفعك الثمن غالي قوي. مكروه جعل ليلة دندشة كريمة. مين فيها اللي دفع الثمن غالي يا بدران؟ انا ولا انت؟ لولا بقى على وش الملح اللي بينا ده كنت خليت حنوتيه البلد يسترزقوا الليل. ارموني رجالته بره كلهم يحصلوه. عاوزنا اجيبك من السنه نفيسه لحد هنا وتدفع نكله. امال عاوزنا ادفع تعريفه؟ طب قول 3 مليم. ليه؟ ما كنت ركبت سوارس وقعدت وحطيت رجل على رجل واتجعصت بدل المخمضه والشحطه اللي انا فيها دي. لسه نصار هتدبر عليه بقى بريزه، يعني اكل الحمار بيكلف اكتر من اكلي. طب ما هو لازم اكل الحمار يكلف اكتر من اكلك. هو مين اللي بيشقى فيكو؟ مين الاهم؟ انت ولا الحمار؟ يا باي طيفة المكارية والحمارين دول بقوا طنبعين قوي. خد المليم اهو. يلا على السلامة. على السلامة. انت ربنا يتوب علينا منك ويجيبوا لنا عربيات وترمبلات ونقعد كده زي الخواجات. انت سعد فين يا فتش؟ ده قال انه راح مشوار وراجع. صدقني وقعت منك الاسبوع اللي فات قدام الدكانه هنا ولسه ما جبنتش. يوماتي على الله كنت برميها وبدعي لربنا ما اشوف صاحبتها تاني. طب اديك شفت صاحبتها، عايز منها ايه؟ تقول انها وهبتك الورده دي عشان تبقى حلالي. ما دام رعيتها وما جبنتش تبقى حلالك يا سعد. سعد اليتيم اقبلها مني يا سعد من غير ما اعرف اسم صاحبتها. ما تبقاش طماح.